الله وكيلك بس ملتهيه يبوك، يعني هسه الحكومه يعني ملتهيه يعني يفكر بالعالم، هاي وين اكو هيك كلاوات، الله وكيلك ملتهيين بس يبوكون. كل عقل يلا هسه انا عندي ايجار، تاجر يريد فلوس، البيت يريد فلوس، منين نجيب؟ منين نجيب؟ يلا نبوك الله وكيل، يعني ما يخالف، خليه ينطي حظر، خليه ينطي حظر من الساعة 6 الصبح، خليه نفتح للساعة 12، احنا راضين، يوميا 6 ساعات نشتغل ما يخاف، راضين احنا، بس مو ينطي 3 ايام. قرار كلش فاشل، لان يعني اثر علينا اول شيء على مواطن العراقي، لان اكو مواطن يعني يشتغل اجور يوميه، يعني ما عنده غير دخل، دخل يومي، وهذا ياثر عليه كلش هوايه من ناحيه المصروف وهالسوالف. والله القرار فاشل. يعني هسه المواطن منين يجي اذا 3 ايام يقعد بالبيت؟ وهذا الفاشل القرار هذا. والله نطالب يلغي الحظر. الغار حظر. لو يعوضنا راتب نبغي. يعني هسه ما عنده منين يجيب. 3 ايام نقعد بالبيت اكل شرب، لا راتب عندنا، لا شيء عندنا، كل شيء ما عندنا. سجل العالم